واحد فيه في مكان قافل عليه باب بيخف يوم يفتح تاني. أسرار بنداري عنها عنين وكل واحد لأسباب ويقول يا ريت لو تنسى. والله العظيم ما لاقي اي علاقه بالورق ده. ايه يا حسن، معقوله مش عارفين نوصل لمين اللي سرق الهارد؟ معقوله احنا مخترقين للدرجه دي؟ حسن، الهارد ده لو ما ظهرش معناها ان واحد بريء هيتعدم وواحد مجرم هيعيش. وحياه شرف امي هتمشي، انت عارف انا ما احلفش بشرف امي جدا ابدا. رياض سهر طلع كان فين؟ رياض، مش عايز تعرف مين اللي قتل ابنك؟ خالد اخويا. ايوه انا هتجوز ملك. ده قرارك النهائي؟ ده قراري النهائي ومفيش قوه على الارض هتقدر تغير رايي. يعني ايه ما تعرفش مين دول اللي كانوا خاطفين؟ زي ما قلت لكم، بس خدوني حته مقطوعه وبعدين خضروا فوت، لقيت نفسي مرمي على الطريق. سافر خالد، سافر هو وعد سيب ملك. انا متحسس ان انا وعيلتي معمول علينا شبكه عايزه تخلص علينا واحد ورا التاني. يوسف انا هيدا اللي حكيت كلهم انه فايت براسي اصلا، فيك تفهمني شو القصه؟ انا لازم اسافر لبنان. بس مش هتمشي من هنا الا لما تقول لي ايه الموضوع بالظبط. تجوزيني بقى؟ انا كلمت مدام عنايات والده المهندس اشرف وهي وافقت انك تشتغلي عندها لغايه لما الحال يروق هنا. النبي ايه، احلف كده؟ عاجبك اللي بتعمله بنتك ده يا مدام فريده؟ مش عارف، بس يمكن عشان زميلنا اللي اتقتل. يتقتل؟ مش عايز نقلق بعد كل المصايب اللي بتحصل لي دي. انا حاسس ان في حد تاني غير الواد حازم ده هو اللي ورا المصايب دي.
حازم تعالى عايزاك. انا عايز اعرف بقى ايه اللي بيحصل، طايح كده في البيت ومحدش قادر يلمك. انا عملت ايه؟ بطل الاسلوب السخيف اللي بيكلمني بيه ده. اسلوب ايه؟ انا عملت ايه دلوقتي؟ انت بقيت ايه؟ الشيطان بتاع العيله دي؟ ما انت اللي خليتيني الشيطان. انا؟ ايوه انت، انت السبب في المصايب اللي بتحصل لنا كلها. اخرس. لا مش هخرس، مش هخرس، وهتكلم وهقول كل حاجه. طول عمرك بتفضلي خالد عني، والموضوع ده وجع لي قلبي من وانا صغير، ونفسي اعرف ليه. هنرجع تاني للصوانه المشروخه دي؟ يا ابني شيل الاوهام دي من دماغك ونظف قلبك. اوهام؟ ايوه اوهام، اوهام وكلام فاضي. انا عمري ما فضلت خالد عن اي حد فيكم. انتي صح فريدان وانا غلط. انت مثال للام المثاليه العادله، واكبر دليل على كلامي انك روحتي كتبتي الميراث كله باسم خالد هنداوي، مش كده ولا ايه؟ سكتي ليه؟ مش لاقي حاجه تقوليها؟ ورحمه ابوي ما اسيب حد، وهعرف اخده كويس قوي، وهتشوفي. وكمان ما ترد عليا يا حيوان. هو عمل لك ايه اصلا عشان تعملي كده؟ حرام عليك. حرمت عليك عيشتك انت وهو. ايه؟ ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ صوتكم جايب اخر الدنيا. تعالى يا سيد ابراهيم شوف ولادك اللي انت بليتني بيهم. ايه؟ عملتوا ايه يا ولاد؟ والله ما عملنا له حاجه يا بابا، والله ما عملنا له حاجه. شوف الواد وبجحته، يعني انا ببلع عليك كده من الباب للطاق؟ انت بتعملي كده. بس عيب عيب. وبعدين؟ بقول لك ايه؟ انا مش عادلك في البيت ده. اشبع بيهم بقى يا بنتي يا رانيا. يا رانيا انا كل اللي خايفه منه البنت حنين اللي خدوها يحققوا معاها دي. لا تقر في الكلام، تخافيش عليها قوي كده، دي اوعى منك. ده انا خايفه على المحقق نفسه منها، بس هي ممكن تعك برضه. تعبك؟ عبك اللي احنا فيه ده؟ انا كان مالي، كان مالي يا ستي انتي تحشريني ببلاويك السودا. هو انتي ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ايه؟ سكتك سالكه؟ فله؟ ده انتي من فوقك لتحتك بلاوي. ده انتي فيلم هندي يا بنت لوحدك. عموما ما تقلقيش، احنا مش لوحدنا، في ناس بره هتظبطنا. انا مش بلعب. بقول لك ايه؟ كفايه بقى هاتشي بقى، كفايه، حرام عليكي، كفايه قوي كده. انا بقول لك الحقيقه، هقفلم عليكي ليه؟ هستفيد منك ايه؟ عايزه تصدقي تصدقي، مش عايزه تصدقي نقي احسن حيطه واخبطي راسك فيها. لعلمك بقى انا كنت ناويه اخرجك معايا، بس عشان قله ادبك ولسانك الطويل هرميكي هنا زي الكلبه. كلبه؟ بصراحه بقى انا مش مصدقك ولا عمري هصدقك في يوم من الايام. لعلمك مش انا الوحيد اللي بتعمل كده في الحياه، في الاف زي عصمت، بل ملايين بيضحوا علشان ولادهم يعيشوا كويسين، بس بأشكال مختلفة والهدف واحد، بيحاربوا في الدنيا ويتمرمطوا ويكافحوا ويضحوا، مش علشان نفسهم بس، لأ علشان ولادهم يا سهيلة. وأنا عملت كل ده عشان خاطر بنتي. لأ أنت كدابة، أنت ما عملتيش كده علشان خاطر بنتك، انت عملت كده علشان خاطر سهيلة. سهيلة اللي هي حاطة في نافوخها بس، ف
فريدة الجبالي حطها في نافوخها وماشية وزعق في الحياة، مش مهم أي حد في الكون، المهم إن هي عايزة تاخد مكان فريدة الجبالي في كل حاجة، في مكانتها، في ولادها، في ثروتها. أنا غيرك. أنت اللي كان بيحركك قلبك الأسود اللي مليان غل وكره وكراهية، إنما أنا اللي كان بيحركني حب لولادي وحناني عليهم. هو ده الفرق اللي بيني وبينك. أنا عمري ما فكرت في نفسي، أنا كان طول عمري أحلامي بسيطة، أنا عايزة أعيش مستورة أنا وولادي. أنا حلم عمري إن ولادي يتعلموا أحسن تعليم، أشوفهم وأفتخر بيهم قدام الناس. حلم بسيط، ما عمري فكرت في الغنى ولا الثروة ولا في أي حاجة، ولا حتى في أنوثتي ولا شبابي ولا عشتي. إحنا عكس بعض يا سهيلة، ويشاء القدر إن أنا وإنتي نتجمع في مكان واحد، مش من العدل إن أنا أتسوى بيكي خالص. انت مسافر ولا ايه؟ لا انا بسيب البيت. بيت؟ البيت اللي بتسيبه؟ ايه اللي حصل؟ انا لازم امشي شويه لحد ما اهدى. مين سمعك اشرف؟ انا عايز اطفش من البلد كلها. اه تفتكر اللي واقف قدامك ده سليم ولا عادي؟ انا خربان من جوه اشرف، مفيش فيها حته سليمه والله العظيم. أنا حاسس بيك يا يوسف، بس أنت لازم تفضل، مادام فريدة أكيد هتحتاج لك اليومين اللي جايين دول. تحتاج لي؟ محدش فكر يسأل نفسه يوسف محتاج لمين؟ معلش بقى يا عم يوسف، إحنا رجالة لازم نستحمل ونيجي على نفسنا. أنا اتخنقت يا أشرف، والله اتخنقت، مبقاش عندي ثقة في أي حد حواليا، حتى في نفسي. انت هتسيب ابنك طفشان بره البيت كده؟ هو انا اللي قلت له يمشي؟ ايه الكلام ده؟ يعني هان عليك وهو في الحاله دي تسيبه طفشان بره البيت؟ اه ده انا المطلوب مني بقى اروح لحضرته واعتذر له واستسمحه يرجع البيت بعد ما فضحنا ومرنا غراسنا في التراب. طب اسمع يا صفي، لو ما رحتش جبت ايهاب النهارده اعمل حسابك ان انا هسيب لك البيت. يا اختي يا الف نهار ابيض، تصدقي ده اسعد خبر سمعته في حياتي. تعرفي يا نجوى، انا لو كنت بعرف ازغرط كنت مليت البيت ده زغريط. يا ريت يا ريت ارجع ما الاقيش حضرتك في البيت. باي. Thank you.
قلت لك هتلف تلف وترجع لي تاني. بقول لك يا نور، انا مش ناقصك. لو ما بطلتيش الكلام اللي بتسمعه لي ده انا هقوم اسيبك وانزل. لا تنزل، تروح فين؟ انا ما صدقت اني لقيتك. قال ينزل قال. اي عايز تهرب مني تاني ولا ايه؟ امسك اشرب كاسك. ماشي. نروح. ايه اللي جابك هنا يا وش البلاوي انت؟ كده برضو يا باشمهندس اشرف؟ امشي اطلع بره، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. ايه يا اشرف مالك؟ في ايه؟ ايه اللي جاب البنت دي هنا؟ خش على المطبخ يا سماح، خش على المطبخ يلا. حاضر. ايه يا حبيبي مالك؟ فيك ايه؟ وايه الشنطه اللي انت جايبها معاك دي؟ انا سبت البيت. ليه؟ ايه اللي حصل؟ انا خلاص قررت اطلق اروى. يا نهار ابيض، الف الف مبروك يا حبيب مامي. تعال تعال يا حبيب مامي، تعال تعال يا روحي، تعال اقعد جنب مامي هنا، يلا تعال. احكي لي بقى عملت فيك ايه اللي ما تسمى؟ يوسف شوف يا ياسمين. انت في ايه بس؟ انت ما بتردوش عليا ليه في التليفون يا ياسمين؟ بكلمك كتير، ليه ما بتردوش عليا؟ انت شو اللي جايبك لهون هلا؟ لا انا باجي على طول يعني، ولا انا جيت في وقت غير مناسب؟ لحظة لحظة، وانت كمان جاي لعنده وسكران؟ ليه بتقولي كده؟ انا كويس وفايق وكامل قواه العقلية كمان. اطلع برا، اطلع برا. انت بتطردينا يا ياسمين؟ ايه، وما بدي اشوف صورة وجهك مرة تاني هون وانت بهاي المنظر ببيتي. ولي ليه كل الناس بقت ضدي؟ كل الناس بقت تكره يوسف. انا يوسف يا ياسمين، انا يوسف. يا يوسف انت ليه عم تعمل بحالك هيك اصلا؟ ماني بحالي كويس جدا على فكرة. بتعاملة بقى زي خالد وماما وتقولي لي ماله حالي؟ مالي وحالي؟ انا كويس يا ياسمين، انا كويس يا ياسمين. انت بس ما عندي شويه مشاكل كده بس، وعشان كده انت النهارده حلوه قوي ولابسه حلو وشكلك حلو. ما تيجي عايز احكي لك على حاجات كتير. تعالى ندخل جوه. ولك يا ياسر خلاص بقى، جنيت ولا شو؟ انا ياسمين اتطلع فيني، مني من البنات يلي بتعرفها، فاهمين؟ عشان كده جيت لك انت، ما رحتش لحد تاني خالص. انا عارف ان انت ياسمين وانا يوسف. تعرف شو؟ انا طلعت غلطانه لما وثقت بواحد مثلك وفوتته على بيتي، وبالاخر بيطلع منك كل هيدا الشيء. ما تكبريش بقى المواضيع يا ياسمين، يعني انا جاي لك. تعالي بس. انا غلطانه اني عرفت واحد حقير مثلك يا بلا اصل. مش قلتلك هتلف تلف وترجع لي تاني؟ بس المرة دي وحياة أمي ما هرحمك، وهاخد حقي منك تالت ومتالت. أصلا غلطت، مش نور اللي تعرف تضحك عليها. يا ست طارق، والله ما عملنا لها حاجة يا بابا، والله ما عملنا لها حاجة. أنت متجوز واحدة ظلم. وطي صوتك، وطي صوتك، لا تسمعنا. بقول لكم ايه، انا مش عايز اسمع نفسكم والله العظيم. لو اشتكت منكم تاني انتوا ما شفتوش الوش التاني. انا عندي وش تاني مش قادر احكي لك. خلاص بقى، خلاص انا هدخل انام. حسك عينك انت وهي اسمع لكم نفس.
هاتي بوسه بالرويه، هات بوسه، يلا تصبحوا على خير. السلام عليكم. سلام وبركاته. في اولاد اتصلوا عندك هنا؟ مش فاكر والله يا ست. يا ابراهيم يا ابراهيم الحقني يا ابراهيم. ايه في ايه؟ سرعتيني. اولادك هربوا يا اخويا. هربوا؟ هربوا ازاي يعني؟ سهونا واحنا نايمين وهربوا. وقعت ابوهم سودة. اما اشوف بقى سرقوا ايه قبل ما يمشوا. انت هتغيبي ولا ايه؟ بقول لك عيالي ايه اللي سرقوا دي؟ قله الادب دي يا راجل. انت لسه بتدافع عنهم؟ لا يا حبيبي ورحمه امي، لو لقيتهم لطشوا حاجه من الصيغه بتاعتي لاكون رايحه بنفسي مبلغه عنهم في الاسم، خلوهم بياخدوهم الاحداث، تبقى امهم في الاسم وهم في الاحداث. شكل القضية دي متفصلة عليا بالظبط. أصل يعني إيه راجل غريب يجي يسيب الظرف ده في البيت وأنا مش موجود، وبعد كده البوليس يجي يطب علينا وأنا موجود بالظرف؟ أكيد أنا ياسين يعني مش غبي عشان أسيب الظرف زي ده جوه البيت. وبعدين صحيح، هو أنت لسه فاكر شكل الراجل ده؟ آه طبعًا فاكر شكله. راجل غلبان كده وعلى الله. بس عارف يا حسام، أنا عندي إحساس الراجل ده ما يعرفش الظرف فيه إيه، يعني الناس بعتينه كده وخلاص. ممكن برضه. مع إني أشك. اصل هو مش معاهم وراجل غريب وشاف اللي جوه الظرف ده، اكيد هيسومهم عليه. ممكن طبعا. عشان كده ياسين ارجوك حاول تجيب الراجل ده في اسرع وقت. اكيد طبعا هحاول، بس انا خايف يكونوا اتخلصوا من الراجل ده ولا هربوه عشان ما حدش مننا يوصله. حقك عليا يا ياسين، انا تعبك معايا طول عمري وانت اصلا ما تستحقش كده. بتقول ايه يا حسام؟ فكك من الكلام ده دلوقتي. بس أنا مش وحش للدرجة دي، وبعدين أنت عارف إحنا ضحية فريدة وعيالها. لا يا حسام، أنت ضحية طموحك، طموحك اللي زايد عن حده، وأنا ياما حذرتك من الكلام ده وأنت ما سمعتش كلامي. طموحك اللي خلى الغل يعميك، بدل ما تجيب حقك وصلت اللي أنت فيه دلوقتي. تاني هتقول لي حق يا ياسين؟ ما حق ده اللي ولاد فريدة قاعدين. بقول لك يا حسام، الله يخليك، مش مكانه ومش مجاله. دلوقتي المهم خلصك من اللي أنت فيه. تفتكر يا ياسين؟ أنا حاسس إن إحنا داخلين في حيطة سد. ما تقلقش يا حسام، أنا في ظهرك وإن شاء الله مش هسيبك غير وإنت خارج براءة. عبدو عبدو، صباح الخير يا ست الكل. في إيه؟ ما حدش صحي لحد دلوقتي؟ صحي ايه يا فندم؟ ده ما حدش بايت هنا اصلا. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ما حضرتك عارفه الدكتور في المستشفى، والاستاذ حازم ما رجعش بقاله يومين، والاستاذ اشرف لما هدومه وساب البيت، والست اروى. خلاص كفايه كفايه يا عبده. طب احضر لحضرتك الفطار؟ فطار ايه؟ هو في حد له نفس يفطر؟ اعملي فنجان قهوه وجيبه لي على المكتب. حاضر. على فكره ايه؟ الباشمهندس يوسف بايت في الجست هاوس. شكرا شكرا يا عم عبدو. العفو يا فندم. ايه يا ريم؟ هتفضلي كده؟ مش فاهمه يا باشمهندس قصدك ايه؟ يعني هتفضلي تعمليني رسم كده لحد امتى؟ المفروض تبقى عامله ازاي المعامله؟
ليه يا ريم؟ هي دي برضه كانت طبيعة العلاقة ما بيننا؟ علاقة إيه؟ بعد ما اتهمتني إن أنا السبب اللي حصل لمراتك؟ يا ريم ما تحاسبنيش على وقت أنا كنت مشوش فيه. ومراتي كانت ما بين الحياة والموت. وقتها ما بقتش عارف انا اللي غلطان ولا مين اللي غلطان ولا كنت فاهم اي حاجه. فتاخدني انا كبش فدا وتحملني كل حاجه عشان تريح ضميرك، مش كده ولا ايه؟ خلاص يا ستي انا اسف، حقك عليا، انا غلطت وبطلب منك انك تسامحيني. مش بالبساطه دي على فكره. طب ممكن اعزمك على فنجان قهوه في اي حته؟ هنا مش هنعرف نتكلم. انا حاسس ان انا في كابوس يا حبيبي. ما تعملش في نفسك كده. بس بقول لك ايه، انا حاسه ان الله يحرقه حازم ده هو سبب في كل اللي بيحصل. يعني ايه علاقه حازم اصلا بالموضوع؟ هو انت ما فكرتش ازاي بصمتك جت على المسدس؟ قصدك ايه؟ انت مش لسه قايل ان ده نفس المسدس اللي حازم قال لك نقوله لي لما كنتم مع بعض؟ يعني انت تقصدي ان حازم كان قصده ان انا احط بصمتي على المسدس؟ اكيد. طب وحازم هيعمل كده ليه؟ اذا كان واحنا واقفين اصلا كان قاعد بيتكلم على قد ايه انا جدع معاه. كان بينامك بالكلام ده يا حسين. معقولة يعني يا انجي؟ اه طبعا. طب قولي سبب واحد يخليه يقولك ناويين المسدس وما ياخدوش معاه. عادي يعني، حاجة عادية جدا. لا مش عادي، الحركة دي وراها ان يا حبيبي. ايوه بس انا ما حسيتش بكده ساعتها. خلي بالك حازم ده شطان. انا على اساس ان انا تلميذ، ما نصيع منه. غلطة الشاطر بألف يا حبيبي. بعدين انا مش متأكد اصلا ان ده نفس المسدس. اكيد هو المسدس، يعني حازم هيكون عنده كام مسدس؟ هو واحد، هو يعني كان تاجر سلاح. بلاش دي، انت مش لسه قايل ان في حد بلغ عن سرقه المسدس؟ هما بيقولوا كده في المحضر. ومين بقى هيبلغ غير حازم؟ ايوه بس هو كان عامل محضر بسرقه المسدس، هيبلغ تاني عنه ليه؟ عشان يقولوا ان عندك انت. يا نهار اسود. طب اقول لك ايه يا انجي، اول ما تطلع من هنا لازم تبلغي ياسين ان هو يجي لي في اقرب وقت. طيب في موضوع تاني مهم جدا عايز اتكلم معاك فيه. ايه تاني؟ عدنان كلمني وقال لي ابلغك ان الطرد اللي عندي يارا لازم يروح لاصحابه لانه عليك، والست عايزه الدواء ده باقرب وقت لان حالتها خطيره جدا. طب هو كلمك امتى؟ من كام يوم تقريبا. طب وما قالكيش اي حاجه تانيه؟ لا ما قالش. ليه في حاجه؟ بقول لك يا انجي، نبيل كلميه وقولي له لازم برضه يجي لي ضروري. نبيل؟ اشمعنى نبيل؟ عشان هو اللي هيودي العلاج ده للست. طب ما انا اكلمه وخليه يروح ياخده من عندي يارا ونخلص. لا اوعي تعملي كده. ومالك اتخضيت كده ليه يا حسين؟ هو بقى يا انجي اعمل اللي انا بقول لك عليه، انا بجد مش ناقص اي كلام تاني. ليه عم ترجع تتصلي فيه مرة تانية؟ فاكرة إنه حيرد عليكي بعد اللي عملتي فيه؟ بس أنا كان لازم أعمل هيك. الواحد يجيلي بنص الليل ومنه واعي، كان لازم فوقه. بس كان لازم أعرف إنه هو بظروف بمنتهى الأسوء، وإنه عليه ضغوط كتير أوي. هيك كمان ما كان لازم يستسلم ويسيب حاله هيك. هو عم بيضيع حاله بهالطريقة، بس أنا كمان كان لازم أوقف حده. هو أصلا إجي جال عندي كرمال، هو محتاج لي كتير. الفترة اللي فاتت كانت صعبة أوي يا أشرف، أنا اتصدمت فيك. خلاص بقى مش عايزين نتكلم في أي حاجة فاتت، أهم حاجة اللي إحنا دلوقتي مع بعض. طب ومراتك؟
أنا قررت أطلق أرون. ما فيهاش اختلافات كنا قدرنا ونصبنا